السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم موجودين في مدينة رام الله، بنعمل فلوج عن دوار الساعة وعن دوار المرارة. معنا الأخ بياع السوس. كيف حالك أخوي؟ الله يعطيك العافية. كيف معك بيع السوس؟ الحمد لله رب العالمين. شو رأيك بدوار المرارة بالنسبة لرام الله؟ المرارة طلع لي سوس. أها. منظر جميل جدا ها. الناس تيجي هناك عشان تتصور صح؟ هذا هو دوار المنارة الأسود، يعني تقريبا هذا أسس سنة 1905 و 2005 يوم أو 1995 لما جت السلطة الوطنية الفلسطينية صح؟ وعمرت وثمرت صحيح. شكرا حبيبي، الله يسعدك، مشكور جدا جدا. هذا هو دوار المرارة اللي وعدناكم اللي راح نصوره إن شاء الله. أعطيك إياه بكل الجوانب. مرحبا، كيفك؟ شو رأيك في أهل رام الله نمبر 1؟ أهل رام الله وأهل فلسطين. فلسطين الذي لا يهزم. نعم. نحن باكون كما كزيت الزيتون. نحن باكون كشجر الزيتون. نعم. نفديها بدمائنا، نفديها بأرواحنا، كل منا شهيد من أجل القدس فقط، من أجل الأقصى الشريف. شكرا. الأقصى الشريف الذي هو في قلوبنا ليوم الدين. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا أخي. تحيا القدس، تحيا فلسطين. هذا هو دوار المنارة. شكرا لك الذي تكلم في هذا الكلام الحلو. تحية لفلسطين، تحية للقدس الشريف. هذه هي مدينة رام الله، نحن معكم في وسط مدينة رام الله التي هي في وسط فلسطين، وكل أهل فلسطين يأتون إليها من الشمال للجنوب. كل الزوار يأتون إليها من أجل الشراء، من أجل التجارة، من أجل السياحة. مدينة رام الله هي مدينة جميلة جدا، يأمها كثير من الناس والسواح من جميع أنحاء فلسطين. هذا هو شارع دوار المرارة، هذا الشارع الذي أمامنا يأتي يذهب إلى القدس، شارع القدس يسمونه شارع القدس. وهذا هو شارع ركب يوجد فيه بلد فلسطين والإمارات. هذا منظر دوار المرارة الأسود من بعيد. السلام عليكم يا عم، سمحنا نصورك. هذا هو دوار الساعة في مدينة رام الله. إخواننا في الوطن العربي طبعا طلبتوا مننا نصور دوار الساعة ودوار المنارة، وهو دوار الساعة في وسط مدينة رام الله. وصلنا لدوار الساعة شباب، وصلنا لدوار الساعة الذي أموه كثير من الناس. طبعا كنت بكلم عليها بشوف إنه في كان شلال مي كان موجود.
مثل ما بتعرفوا إذا مدينة تجارية وسياحية واقتصادية في نفس الوقت، يعموها كثير من الناس طبعا في فلسطين. مدينة جميلة جدا، عامرة دائما بأهلها وناسها. هذا هو شارع ركب، وصلنا إلى شارع ركب الذي يوجد فيه بنك فلسطين. هذا هو بنك فلسطين، أكبر بنك في تقريبا فلسطين. زي ما ذكرت لكم، عمارات شامخة كلها مناطق تجارية، محلات تجارية ومحلات مطاعم وإسكانات. محل بائع زهور، محلات لبيع الذهب، كل شيء موجود في رام الله، حتى الإبرة موجودة فيها، من الإبرة إلى الصاروخ موجودة. حلويات إيفل، أفضل حلويات في رام الله، حلويات نابلسية. الله يسعد صباحك. مرحبا، نحن نعمل فلوج عن مدينة رام الله، بنصور بعض المحلات والمرار. شو بتحكي لنا عن أهل رام الله يا أخوي؟ شو بتحكي لنا عن أهل رام الله؟ بعدين لك لو دقيقة واحدة. ايش عمي؟ شو بتحكي لنا عن مدينة رام الله؟ مدينة حلوة كثير، من كل فيها من كل المدن. وجوها بتجمع عن حياة الضفة. بالضبط، جامعة من كل المدن. طيب بس السؤال أنا، ليش يعني الناس من جميع الضفة الغربية بيجوا على رام الله بالذات؟ عشان هي رام الله حلوة، ممكن متوفرة فيها كل فرص النجاح ممكن. يعني فيها وظائف كثيرة، فيها وزارات، فيها مقرات حكومية، كل شيء فيها. بعدين بدك نصور شوي محل حلويات إيفل، طبعا أشهر حلويات في الضفة الغربية حلويات إيفل. طب ممكن نقول على حلويات نابلسية؟ حبيبي يسعدك يا رب، ألف شكر لحضرتك. حلويات بس نابلسية؟ نعم أحسنت. يعني إحنا أهل الجزائر والمغرب يعني حلويات نابلسية، بتتمنى إنكم تيجوا تاكلوا. تفضلوا، أهلا وسهلا. حبيبي صادق، شكرا شكرا اخي. السلام عليكم. يوتيوبر يا عمي، انا بصور في مدينه رام الله، بعمل فلوج في رام الله يا سيدي. انا عادي جدا يعني محل. هذه هي مدينه رام الله كما ذكر الأخ، هي مدينة جميلة جدا، يعموها كثير من الزائرون بناء الحياة الغربية، لأنها منطقة أو مدينة تجارية ويوجد فيها وظائف كثيرة وفيها فرص النجاح أكثر من أي مدينة أخرى. رجعنا مرة أخرى إلى دوار المرارة.
هذا هو كان يومنا في مدينة رام الله، المدينة الجميلة جدا. طبعا احنا على عجالة صورنا هذا الفلوق القصير جدا. كان معكم الإعلام عماد زيد، لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا عجبكم الفيديو، عجبتكم مدينة رام الله الفلسطينية الشيماء الشماء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ووضع لايك، ما تنسوش انكم تدعمونا من بسط مدينة رام الله. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.